حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من فقدان أكثر من 3 ملايين موظف وعامل لوظائفهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب ندى الشاكر أن اتحاد المقاولين أبلغ اللجنة الاقتصادية أن القرار الذي صدر برفع سعر صرف الدولار أوقف أعمال المقاولين، ما سيقود إلى تسريح 3 ملايين موظف وعامل، مشيرة إلى أن رفع سعر صرف الدولار أضر بمصالح المقاولين لأن أغلب مواد البناء هي مستوردة وتباع بالدولار. وأضافت لو كانت هناك منتجات إنشائية داخلية لما تضرر المواطن العراقي بهذا الشكل، مؤكدة أن قرار رفع سعر الصرف قرار غير مدروس.